اوكي يعني اقدر هنا استخدم الحالة الثانية مثلا if I were you I شو اتفقنا هنا؟ اتفقنا انه مدام فعل غير محبب لازم انفي الفعل الناقص، اذا هو المودال. اذا راح يصير I wouldn't smoke a lot. تمام شباب؟ ف if هذه بابا if I were you كمان I wouldn't. ليش نفيت؟ لأن الفعل الأصلي اللي انطاني اياه بالجملة فعل غير محبب، سموك يدخن، فهذا فعل غير مرغوب به، فاستخدمته في حالة النفي. I wouldn't smoke a lot. لو كنت مكانك ما كنت راح أدخن هواية. إذا هذا الـ if I were you لو كنت مكانك. زين عني؟ هذه قواعدنا لهذه المحاضرة. I want you to do these exercises. Okay. Lesson 2. Exercise A. هذه الواجب التمارين المطلوبة من عندكم. فواجبك حيكون Lesson 2. Okay. Page 102. Here you have to use can and must or mustn't. الدخل يا أما كان يا أما must بالجملة. تملي الفراغات. عندك 8 نقاط. Okay. هذا هو التمرين المطلوب الأول. التمرين الثاني اللي أطلبه من عندك. Page 107. Okay, this exercise, the homework. Also, you have to put mustn't or not have to. يا أما تستخدم المصنت or not have to. هذا أيضا التمرين الثاني المطلوب من عندك. Okay, so also you have to do. This is the thing we don't need to. That's all. Okay? That's all.